أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی جانے والی دعا. جب بھی کسی بیمار کو دیکھیں، دکھی کو دیکھیں، مصیبت زدہ کو دیکھیں، تو اس وقت یہ کلمات پڑھ لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اس مصیبت، دکھ، تکلیف، بیماری سے بچا لے گا. وہ دعائیہ کلمات یہ ہیں: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير
كثير ممن خلق تفضيلاً.